احنا قلنا دلوقتي طبعا بناء على نتيجتي مباراة الذهاب والفترة اللي اتلعبت لحد دلوقتي، النتيجة الحمد لله تصب في مصلحة حاليا في الزمالك. مصلحة نادي الزمالك بفعل زكاوة الاتحاد الافريقي الحمد لله في ابقاء القاعدة بتاعت الهدف خارج الارض بهدفين، ودي قاعدة اللي اتلغت في الاتحاد الاوروبي. بنشوف اوروبا الفرق كلها بتلعب هنا زي هناك. في رأيك الاتحاد الافريقي محق انه يبقي على القاعدة دي، ولا شايف ان ده تأخر ورجعية ولازم نلغيها زي اوروبا؟ تأخر ورجعية ولازم نلغيها زي اوروبا. بجد؟ طب انا شكسك شوية بس اسمع رأي ايمن. برضه نفس الفكرة. لا يا جماعة الموضوع بقى خطر كده، دي تالت هي فرصة ورا الفكرة، بعض. هي الفكرة 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 في الزمالك مش ان انت بتدافع ولا لا، الفكرة انت بتقابل فين ومنين بالظبط، وبتقابل ازاي وواقف ازاي. صح، فهم واقفين غلط ونازلين تحت قوي، المفروض الخط يترفع بتاع الدفاع شوية. مظبوط. لا بصراحة اخر 5 دقايق دول يقلقوا يقلقوا. انت شايف تأخر برضو رجعية ولا تتلغي؟ انا عايز الكوره تبقى فيها هجوميه اكتر ومساحات اكتر والدنيا تبقى افضل بكتير، لان انت عايز تلعب الكوره. طيب. انت عندك حساباتك. انا من حيث من حيث المبدأ والنظرية الكورة الحمد لله عدت عدت على خير، بس الحكم حاسبها كورنر تاني. ده عبد الحق عسال ده برضو. انت من حيث النوستالجيا وان احنا لا 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 لا, لا يا عم ايه، وانا عامل برنامج اسعاد يونس نوستالجيا إيه؟ كل التحية طبعا للنجم الكبير. لا مش كده خالص، لا مش نوستالجيا خالص، لا حيث المبدأ والتطور وكل الكلام الحلو اللي انتوا قلتوه معاكم 100%. في نقطة وحيدة بس هي اللي مخلياني شايف فيه ربما جزء من المنطق في ابقاء الاتحاد الافريقي على قاعدة الهدف خارج الارض بهدفين. ليه؟ عشان اختلاف الظروف ما بين اوروبا وافريقيا. انت فعلا ريال مدريد لما بيروح يلعب في مانشستر سيتي، اولا 45 دقيقة سواء بالقطر ولا بالطيارة، اجواء واحدة، ملاعب واحدة، مفيش حد بقى هيقفل عليك الميه والمحبس في الاوتيل ولا مش عارف ايه، ومفيش حد هيعملها هيسم لك الاكل وانت رايح مش عارف كذا، ومفيش صحراء هيوقفوا لك قدام الفندق يعملوا لك بقره ويعملوا الكلام بقى اللي لسه عندنا في افريقيا بالشكل التقليدي الفولكلوري ده. بصراحه لا، انا شايف ان في يعني انت لما بتلعب بره ارضك خصوصا في ادغال افريقيا، لا بيبقى معجزه بصراحه ان انت تلعب كويس، وان انت تبقى نايم كويس واكل كويس ودرجه الرطوبه 170 الف فوق الصفر ومش عارف ايه معاه ايمن، فانت بتديها كبونص يعني. فانت بتديها بونص ان انت لعبت كويس وجبت جول، لا لازم تكافئ عليه. الدليل الفرق الشاسع اللي بيحصل عندنا ان انت هنا بتلعب وبتكسب مكسب مرتاح. ممكن انت فاكر كان في منتخب ناشئين بره ولا منتخب اولمبي كسب فرقه هنا 5-0، اثيوبيا، مصر واثيوبيا، ورحنا هناك اتغلبنا 5-0. في فرقه في الدنيا تحصل فيها كده؟ منتخب حلمة طبعا يعني، ده فرق مستوى 5-0، الموضوع محسوب. هناك تكسب 2 تكسب 3 تتعادل عشان انت مالكش مزاج تلعب، لكن تخسر 5-0 ده يوريك فرق اللعب في الارض وبره الارض. طيب انا كلام حضرتك وصلت الكلام؟ وصلت. هي ليها وجهتها طبعا، كلام له وجهته اكيد. بالنسبه لافريقيا طبعا وجهتها حلوه جدا بالنسبه لافريقيا السمراء، لكن تعالى لا انت ينفع تعملها مصر والمغرب ليهم قاعده ومصر ونيجيريا ليهم قاعده؟ ما انا هقول لك القاعده الثانيه بقى. احنا دلوقتي بنتكلم على المنافسين اللي بينافسوك على البطوله. تمام؟ يعني احنا بنتكلم النهارده امبارح مصر اهلي وترجي، مصر وتونس، النهارده زمالك ونهضه بركان، مصر والمغرب. فانت بتتكلم منديه مصر ومنديه تونس ومنديه المغرب هم تقريبا المسيطرين على بطولات افريقيا معاهم البعبع صد يعني. بس ولو انه ما بيوصلش فاينل يعني، لا 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 خلينا لا. ما بيوصلش فاينل، ما احنا ما بيوصلش فاينل، بس احنا نتكلم احنا يعني تمام. احنا هو منظومه كويسه وكل حاجه، بس احنا بنتكلم كتحقيق بطولات. هو عنده سقف معين بيوصل عنده، بعد كده ما بيقدرش يكمل. ممكن يكمل في المستقبل، عنده بوتنشال كويس ان هو يكمل في المستقبل، مش مختلفين. لكن تعالى نتكلم على القاعده اللي موجوده هنا دلوقتي. دلوقتي لعيبه شمال افريقيا تحديدا، انت بمجرد ما هتجيب جون بره او انت هتجيب جون في ارضك هتيجي تلعب عندي هنا. لو 2-1 او لو انت جبت جون هنا، طول الوقت انت نايم في ارض الملعب زي ما احنا بنتكلم. فهي الفكره انك ماشي. انت بتحاول تعلي الريتم. هل انت رايك كايمن اهو اللي بتتابع الرياضه بقالك سنين بتاعت الانديه او المنتخبات الافريقيه، هل ترى ان اللعب هنا كما هو اللعب هناك؟ الظروف نفس الظروف، نفس العداله، نفس الطريقه، نفس كل حاجه، فبالتالي فارس لفارس ويلا نلعب. الظروف مختلفه؟ لا طبعا. طيب. الظروف مختلفه. طالما الظروف مختلفه لازم يبقى في كمان قياس مختلف. انا بقول لك ماتشات اوروبا بنشوفها فعلا ما بتبقاش عارف ده ارض مين. يعني لو انت مش عارف الماتش ملعوب فين وبتتفرج مش هتعرف ده ارض مين. بس هي الفكره انك لكن احنا عندنا انت متاكد ده في اثيوبيا، ده في نيجيريا، ده مش عارف في بوروندي، ده فين، او في استاد القاهره. ايوه بس هي الفكره واضحه. ايوه انا مش مختلف في دي، بس انا بتكلم على المنافس المباشر بتاعي. يعني بتكلم كمصلحه انديه مصريه ايه
انا لما باجي بلعب في الادغال بتاعت افريقيا، لو انت بتلعب سيمبا، بتلعب بترو اتلتيكو، بتلعب اي فريق في نيجيريا، حتى مثلا سان داونز، او حتى لا احمد حمدي اتصاب وخرج. خرج تغيير ولا خرج بيتعالج؟ خرج بيتعالج، بيتعالج اعتقد. لا لا ده خلاص وضع خارج او نازل اوباما مكانه. ده هيستلزم تغيير في الاستراتيجي بتاعه. طبعا هيبتدي يلعب، يلجا اكتر ل 4 4 1 1. خساره كبيره. طبعا طبعا دي خساره كبيره، واضح ان جاله جزع في لعيبه الاهلي والزمالك معوضه بالاصابات في النهائيات. انا مش عارف الحقيقه عيب مين دي، بس كويس انه على الاقل جاب جون، جاب جون قبل ما يصاب. وان شاء الله يبقى اوباما كمان خير خلف له، مع انه اوباما بعيد جدا غريب ان هو فكر فيه، بس هو طبعا ما عندوش. هو كان ممكن يجيب كينولا، لكن سامسونج لا 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 فهو لا اوباما كويس قوي، بلاش كينولا، الورد دبل برد، ولكن يقول لك ايه ريحته فيه، يفضل ريحته فيه. فهي القصه الاساسيه هنا كمان انه انا معاك، بس انا بقول لك انا شايف بصراحه انه انت تجيب جون في كانوا نياويندي وفي ادغال مش عارف ايه وفي جزر القمر وبتاع، لا ده لازم يتحسب باربعه. الجون هناك غالي، غالي جدا، غالي. انت مش قادر تتنفس، وبقول لك الله اعلم انت اتعمل فيك ايه امبارح في الفندق، ورايح راكب كاريتا مش اوتوبيس، يعني حالتك. لا اللعيبه بتحكي لنا احنا صارفين في افريقيا.